مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم واولى فقراتنا معاكم النهارده، ودايما صحتكم بتهمنا. من الملح والقهوه لسرطان البروستاتا ربنا يعافي، هنعرف معاكم اكبر الانقلابات الصحيه. من 80 سنه فاتوا نصح دكاتره كتير ناس ان هم يتناولوا او يشربوا السجاير على اعتبار انها علاج، لكن دلوقتي اختلف الامر تماما واصبح الموضوع ده شر مستطير. احنا بنتكلم طبيا وليس شرعا، طبعا معروف وضعها شرعا. السجاير واحده من موضوعات صحيه كتير جدا اتغيرت نظرة العلم والعلماء ليها كتير. فعلا طبعا دراسات جديدة دحضت كل اللي فات، واستعرض موقع ريدر داجست عدد من القضايا دي وازاي اتغيرت النظرة ليها. أول حاجة القهوة، واجه المشروب الكبير ده انتقادات كتيرة كأنه مسبب في ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وغيرها في العقد الأخير، وشهدت سمعة القهوة تحسن كبير جدا وأصبحت مفيدة بحسب دراسات كتير جدا. قالت إحدى الدراسات دي إن اللي بيشربوا ما بين 3 أو 4 فناجين قهوة في اليوم بيحظوا بمعدلات وفيات أقل طبعا من اللي ما بيشربوش القهوة نهائي، وإن المشروب ده بيقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان زي سرطان الكبد. ومع ذلك الأمر ما هوش وردي، يعني اللي يشرب قهوة مش هيجيله أي مرض، واللي ما بيشربش هو اللي هيمرض. لا، الحوامل المفروض أنهم ما يشربوش قهوة لفترة ما لأن ممكن يأثر على الأجنة. طيب تاني حاجة معنا النهاردة الملح، وخلال السبعينيات حصل بعض التجارب على أثر تناول الفيران للملح، كانت النتيجة مفزعة جدا نظرا لتأثيرها السلبي على رفع ضغط الدم لمستويات طبعا مقلقة جدا وعالية جدا، وده بسبب القواسم المشتركة بين الفار وما بين الإنسان. تناولت الفيران التجربة كمية بتعادل بالنسبة والتناسب ما بين تناول الناس في أمريكا يوميا الملح. في 2016 نشرت دراسة بددت بقى القلق ده كله، وقالت وأشارت إن خطر الملح بينحصر بس في أجسام الناس اللي بيفرطوا في أكله وبيحطوه على الأكل كتير، واللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم وبيعانوا اصلا من مشاكل متعلقه بالقلب والاوعيه الدمويه، مش الملح بس هو السبب. تالت حاجه معانا النهارده من الانقلابات الصحيه الدهن، زي مثلا الزبده وزيت جوز الهند، الاثنين دول نموذجين من الدهون المشبعه واللي قلت نسبه الخوف منها، لان خبراء القلب ادركوا تماما ان الدهون دي غير مميته. لكن ده مش معناه ان الدهون المشبعه دي لا تزال بتشكل مأزق كبير جدا عند العلماء والأطباء، لأن طبعا أنها ممكن تساهم بشكل كبير في الإصابة بالأزمات القلبية. طيب خلينا ندخل على اللحوم ونشوف ان من سنين برضو طويلة فاتت اعلنت منظمة الصحة العالمية ان النقانق او السجق او اللحمة المصنعة بتزيد من خطر الاصابة بسرطان، لكن وفق دراسة جديدة برضو اثبتت ان تناول اللحمة بكميات معقولة بيسبب خطر اقل بكتير من الخطر المرتبط بالتدخين. ومع ذلك برضو ممكن يرتبط خطر تناول اللحمة بمستوى استهلاكها، تاكل لحمة كتير جدا هتصاب برضو الأمراض ده لو كانت اللحمة موجودة. خامس حاجة معانا النهاردة الجلوتين، بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من مرض الاضطرابات الهضمية ممكن إنه يكون الجلوتين، وهو ده عبارة عن مركب بروتين موجود أساسا في القمح والشعير، وهو يعتبر ضار جدا، لكن ممكن كمان بيؤدي لتفاعلات سلبية في الأمعاء. لكن بالنسبة لمعظمنا احنا مش شايفين ان البروتين ده مشكلة اصلا اصيلة ولا له ملوش اي ازمة، يعني وفقا طبعا لعيادة مايو كلينيك. طيب تناول الاكل بالليل في وقت متاخر، الجماعه اللي بيحبوا يتعشوا بالليل دول، اعتاد بقى خبراء التغذيه ان هم دايما بيقولوا لنا ان السعرات الحراريه هي سعرات حراريه بصرف النظر عن وقت استهلاكها، دي سعرات حراريه صبح بالليل ظهر عصر ما كانوش بيقولوا. لكن في دراسات جديده قالت ان البالغين اللي بيعانوا من زياده الوزن واللي بياكلوا وجبه فطار كبيره وغدا معتدله وعشاء بسيط، دول اللي يعني احرزوا نتائج افضل في اختبارات سكر الدم والأنسولين وعوامل الخطر القلبية الوعائية. مقارنة بمين بقى؟ مقارنة باللي بياكلوا كميات أكبر من الطعام بالليل. يعني يوم ما بتحس إن أنت جعان وتقول أنا عايز أتعشى عشوة تقيلة يا جماعة، لأ، فكر كده قبل ما تتعشى العشوة التقيلة دي لمعدلات الدهون، معدلات السعرات الحرارية، السكر، الأنسولين، بلاش، يعني خليك تتعشى عشوة خفيفة. أو الناس اللي بتقوم بالليل جعانة وتقوم تفتح التلاجة وتطلع الحلة اللي كانت محطوطة على البوتاجاز الصبح وتشوف كان معمول فيها إيه، برضو خلينا نحذر من الأمور دي كلها.